حلقة جديدة بعنوان مواجهة كورونا إلى أين؟ استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن مع الدكتور عزمي محافظة أستاذ المناعة والفيروسات في كلية الطب بالجامعة الأردنية، حيث ركزت الندوة على دور الأجهزة المختصة في مواجهة كورونا والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة الأردنية في مكافحة هذا الوباء. المزيد في هذا الحوار. الآن يعني أنت تتحدث عن حكمة بأثر رجعي، إحنا الحكمة تتطلب منا الآن أن نصل إلى الدروس المستفادة منها. ماذا ما هي أهم الدروس المستفادة من تجربتنا الأردنية، يعني قياسا لما حدث في دول أخرى؟ نعم، هو إذا بتأخذ كتب الأوبئة، في هناك ما يسمى الاستعداد للأوبئة. الأوبئة ليست جديدة بالإنسانية، بتاريخ الإنسانية. صحيح. الإنسانية عانت من أوبئة بأمراض مختلفة، سواء فيروسية أو جرثومية، بدءا بالطاعون وانتهاءا بالإنفلونزا والأخيرا كورونا والفيروسات كلها. هناك استعدادات يجب أن تكون متوفرة، لكن يجب أن تكون خطة كيف تتصرف إذا ما حدث الوباء، خاصة إنه معظم علماء العالم ومؤتمرات عديدة عقدت كانت تحذر من أننا على أبواب جائحة ستحدث. التصرف هذا التوقع مبني على السلوك الإنساني، فيه هناك مفهوم اسمه صحة واحدة. صحة واحدة، الإنسان يعيش في محيط فيه حيوانات، فيه تغيرات مناخية، فيه أمور تخص التغذية، فيه جراثيم موجودة، فيه فيروسات، فهذا النوع من التفاعل يؤدي إلى تعرض البشر إلى تلك العوامل الممرضة. نعم. خاصة إذا ما أخذنا النشاطات البشرية على شكل مثلا فتح الطرق، شق الطرق في الغابات، وهذا بأمريكا الجنوبية نشأ عنه فيروسات مميتة. نعم. حمى نزفية مثلا. نعم. والذين يذهبوا إلى الغابات مثلا الصيادين، البارك رينجرز، قد يصابوا بأمراض وينقلوها للمجتمع. نعم. التماس المباشر في بعض الريف خاصة بالصين مع الحيوانات، يعني يعيشوا في نفس الدار أو نسميها الحوش. نعم. صحيح. مع خيل وخنازير وبط وجاج، وهذه كلها لديها فيروسات ويصاب الإنسان. معظم الأوبئة التي حدثت، أوبئة الإنفلونزا التي جمعها هوبستر وحدثت إصابة البشر، بدأت في الصين وانتقلت في الصين وانتقلت من الصين إلى روسيا ثم إلى باقي دول العالم. معظمها بدأت هكذا، معظم الأوبئة التي درست، لأنه طبيعة الحياة والتماس المباشر مع الحيوانات يؤدي إلى التعرض لفيروسات موجودة للحيوانات، وخاصة إذا كان هناك في نفس الوقت الإنسان أو الحيوان مصاب. نعم. بفيروس ويتعرض لفيروس أخرى، تنتج فيروس جديد. هذا نوع من التمازج، ينتج فيروس جديد، الانفلونزا بنحكي، وقد يحدث شيء شبيه بالنسبة للكورونا، فينتج فيروس لم يكن معروف لدى البشر وبالتالي يحدث وينتشر المرض. كورونا لم يكن معروف لدى البشر، كورونا الحالي. نعم. وبالتالي أصاب وانتشر كالنار في الهشيم. لماذا؟ نعم. لأنه ليس لدينا خبرة فيه ولا مناعة ضده. تتوقع دكتور كانت هل هناك يعني تدخل بشري؟ سنتحدث عن أصله. نعم. على حالي. نعم. لكن فذلك من هذا المنطلق يعني جميع الناس، العلماء والهيئات الطبية كانت تتوقع، وحتى بيل جيتس كما كانوا يتوقع حدوث أوبئة وباء، كان يجب أن نستعد له. والاستعداد له في دروس، في أمور تعملها، يعني في خطوات يجب أن تتخذ، يعني تعزز أنت النظام الصحي، تحضر نفسك من حيث الأوبئة، من حيث الأدوية، من حيث المستشفيات، تدريب الكوادر وما إلى ذلك، بحيث تتصرف مع هذا الوباء. اللجوء للإغلاق لم يكن بالإنفلونزا، الإنفلونزا لم يكن ينفع الإغلاق بالعالم، والإغلاق لم ينفع، أغلقت دول العالم حدودها. هل منعنا انتشار الكورونا؟ لا. لا. الكورونا حاليا يعتقد أن الإصابات تجاوزت المليار، رغم أنه المسجل حوالي 230 مليون. لا. بس يعتقد أنه تجاوزت المليار. الإغلاقات التي استمرت لأشهر، وبعض الدول لا زالت مغلقة مثل استراليا ونيوزيلندا، وهناك احتجاجات شديدة عند شعوبها على الإغلاق،
قد تؤجل لكنها لم تمنع انتشار الورس. الحل هو مثلا تحضر بالتطعيم، هذا أسلوب يعني للسيطرة على الانتشار الوبائي، التطعيم والأساليب الوقائية اللي هي التباعد الاجتماعي، التنظافة الشخصية، ارتداء الكمامة، هذه أساليب أكثر نجاعة من الإغلاق في منع انتشار الفيروس.